تمام، يبقى الحته دي واضحه. يبقى هو بيقول مثلا انت دلوقتي خلينا نفترض حاجه، عايز بقى ابدا اخد مثال. احنا دلوقتي عايزين نشوف الفيرتشوال بيج نمبر دهيت المفروض تروح فين، او الادرس ده، خلينا ناخدها بالادرس كله. الفيرتشوال ادرس ده المفروض كله يروح فين؟ اول حاجه، هل البيج اوفست هيتغير؟ ابدا، هينزل زي ما هو. تمام، امال ايه اللي هيتغير؟ اللي هيتغير هو الفيرتشوال بيج نمبر. هنيجي كده نشوف الفيرتشوال بيج نمبر بيقابله ايه في الفيزيكال بيج نمبر، اللي ايه، اللي هو 0006، 3 0 6 اهو. يبقى العنوان الجديد 0006 و2 0 4، ما تغيرش. حد هيقول لي ايه هي اياد ال 0 اكس دهيت؟ دي بس بتدل ان الرقم ده هو بالهيكسا ديسمال، ماشي؟ يبقى ال 0 اكس دي دلاله ان الرقم ده هو مكتوب بالهيكسا ديسمال. هي نفسها لو انت مثلا كتبت 0006 وحطيت هنا ايه، دي علامه ال، علامه الايه، الدي، لا علامه الايه، الاتش، ويت كده، اه بالظبط، سوري. يبقى الهيكسا ديسمال بنحط كانها ايه، كاننا بنحط علامه اتش. يبقى هنا بيقول لك علشان تميز ان الارقام دي هيكس بالهيكسا ديسمال، بتحط في اخر الكلام، او باخر قصدي الارقام اتش، او بتحط في الاول 0 اكس عشان تبين ان ده هي بالهيكسا ديسمال. طب لو عايز تبين ان هي بالديسمال، هتحط في الاخر ايه، هتحط دي، ماشي؟ طيب، ولو عايز تبين ان هي باينري، هتحط في الاخر ايه، بي، عشان الباينري يعني. يبقى نرجع تاني لموضوعنا. اتفقنا ان ايه اللي اتغير في الحوار ده، هوت اللي هو البيج نمبر. البيج نمبر اتحول من الفيرتشوال بيج نمبر اللي هو كان ده، للايه، الفيزيكال بيج نمبر. طيب ده في الحاله المثاليه، اللي هو انت طلبت بيج نمبر وكانت بالفعل موجوده في الايه، كانت موجوده في البيج تيبل. طيب نفترض ان اصلا ان البتاع ديت ما كانتش موجوده في البيج تيبل. يعني انت طلبت دلوقتي فيرتشوال بيج نمبر، تمام، الفيرتشوال ادرس كان بي ماب لحاجه في البيج تيبل، ولكن اصلا مش موجوده. يبقى ساعتها انت بتروح تجيبها من الديسك. يعني هقول لك حاجه، نفترض اللي هو جاب لي في الامتحان مساله وقال لي مثلا ان انت عندك الفيرتشوال ادرس الاتي، تمام، حد شايفينه 5 0 7 8 3، وجاب لك البيج تيبل ده وقال لك احنا هنعمل ايه، ازاي هنعمل ترانسليت. هل انت هتعمل ترانسليت لده ولا لده، ولا هتجيبها من الديسك؟ انا اول لما يجي لي سؤال زي ده اروح ابص على البيج تيبل، هل البيج تيبل اصلا موجود في الفيرتشوال ادرس ده ولا لا. خلينا نبص كده، هل الفيرتشوال ادرس ده موجود؟ لا مش موجود، صح؟ يبقى ساعتها انا لازم اجيبها من مين؟ لازم اجيبها من الديسك. يبقى الحته ده هي مهمه جدا جدا جدا. وساعه لما انا اجيبها من الديسك، بيبقى بقى ايه، كان البروسيسور بيرفع ايده بيقول لو سمحت حد يجيب لي البيج. حته لو سمحت حد يجيب لي البيج ديت اسمها بيج فولت، كانك وانت بترفع ايدك كده، لو سمحت انا عايز البيج دي، يبقى كده اسمها بيج فولت. يا جماعه اتصرفوا لي، هاتوا لي البيج ديت وحطوها لي في الايه، في البيج تيبل، تمام. يبقى ده المثال اللي احنا كنا بنتكلم عنه، بيج اتطلبت ولكن هي ما كانتش مقابلها اي حاجه بالفيزيكال. يبقى معنى كده ان هي مش موجوده اصلا في الفيزيكال ميموري. امال هي موجوده فين؟ لا دي موجوده على الديسك، وبالتالي محتاج اروح اجيبها من الديسك للبيج تيبل، وبعدين اعمل المابنج اللي احنا كنا قاعدين من ايه بنتكلم عليه. طيب لسه ايه، احنا ما اتكلمناش عنه، ايوه النقطه دي برضو مهمه، وده برضو ممكن تيجي في الامتحان. بيقول لي انت عندك 64 كيلو بايت بيجز. لما انا هقول لك 64 كيلو بايت بيجز، معناها ان بيج الحجم بتاعها 64 كيلو بايت، كيلو وبايت. عشان احول من الكيلو للبت، بضرب في كام؟ بضرب ل 2 اس 10. يبقى انا دلوقتي بقى عندي هنا، تخيل ان انا كتبت 2 اس 10. طب ما تخيل ليه ما اكتبها بالفعل. يبقى نكمل، احنا قلنا اتفقنا دلوقتي بيقول لي 64 كيلو بايت بيج. يعني هو بيقول لي 64 كيلو بايت بيج، معناه ان البيج واحده السايز بتاعها 64. يعني ايه السايز بتاعها 64؟ انا عايز احول الكيلو بايت دهيت للايه، للبت. طيب 64 علشان بتساوي 2 اس كام؟ طبعا بتساوي 2 اس 6، صح؟ معذره طبعا على الخط الجميل ده، 2 اس 6. طب احول الكيلو لبت ازاي؟ زائد 2 اس 10، تمام. ولكن خلي بالك، لا هي مش زائد، هي ضرب طبعا. ايه ده، امال ايه اللي زائد؟ الاس
هنجمعهم ليه؟ ما هو احنا عارفين ان احنا لما بنجمع رقمين بنعمل ايه الاس؟ بنجمعهم صح؟ الكلام ده تفاضل، يبقى ده بيساوي 2 اس 16، يبقى الاوفست عندي هنا 16، يبقى انا هختار دي. يبقى تاني انا اخترت هنا 16 ليه؟ انا هقول لك ليه. انا اتفقنا ان انا عندي بيج، كل بيج 64 كيلو بايت، يعني انا عايز اعرف الاوفست بتاعها كام. يبقى انا هعمل ايه؟ هحول الكيلو بايت دهيت للايه؟ لبت. تمام، حولت ال 64 بقت 2 اس 6، حولت الكيلو بقت 2 اس 10، ضربت الاثنين الرقمين في بعض، يبقى معنى كده اللي انت بتجمع الاس يبقى 10 زائد 6 ب 16. يبقى عرفنا 16 دلوقتي كانت بجد بكام. يبقى 16 دهيت ايه؟ 16 دي البيج اوف ست، مهمه قوي الكلمه دي، البيج اوف ست. تمام، اللي هو تقدر تقول اللي هو حجم البيج، السايز بتاع البيج ذات نفسها. تمام، اللي بقى 2 اس 16 64 كيلو، هو هنا بيشرحها يعني. ماشي، يبقى for every process there is a page table. يبقى اتفقنا ان في page table لكل process، بيبقى عندها ال page table الخاص بيه، وهي عبارة عن بكل بساطة عبارة عن array من القيم. يبقى بيديني ايه؟ بيديني ال page number بال virtual. تمام، ده ال virtual، وهيتحول اللي هيبقى الايه؟ بالايه؟ بال physical. الخط الجامد ده بجد والله، ان شاء الله انا لازم اتعود على الحاجات دي. تمام، ده المفروض يبقى سهم على فكرة. ده المفروض يبقى سهم. يبقى البيج نمبر بي از يود از ان اندكس، يعني بنستخدم البيج نمبر على انه ايه؟ اندكس، عشان يعمل عمليه ترانسليشن ما بين البيج بتاعت الايه؟ بتاعت الفيرتشوال للبيج بتاعت الايه؟ الفيزيكال. البيج تيبل برضو بيبقى فيه شويه معلومات تانية، زي حاجه اسمها الفاليديتي، الفاليديتي بت. تمام، ست زيرو امتى؟ لما البيج ما بتكون او لما الكورسبوندنج بيج از نوت ان ميموري. يبقى الفاليد، هل هي فاليد ولا لا؟ يعني هل هي موجودة في الميموري ولا لا؟ يبقى لما تكون بصفر معنى كده ان هي بتساوي ايه؟ فولس. صح، فولس. يبقى لما بتكون بفولس يبقى معنى كده اللي هي زيرو، يعني معنى كده ان البيج دهيت مش موجودة في الميموري. يبقى معنى كده ان بيحصل عندي حاجة اسمها بيج فولت. تمام، اوف الموضوع صعب قوي، بيج فولت. تمام، وبعدين بروح اجيب بقى البيج وبرجعها كده. يبقى الفاليديتي بيت دوت بيعرفني هل هي موجوده في الميموري ولا لا. طبعا مهمه جدا. البيج فريم نمبر، نمبر اوف بيتس ريكوايرد ديبندز اون ذا سايز اوف فيزيكال ميموري. يبقى دوت رقم بتاع البيج. ريفرنس بت اللي هو set to 1 by hardware when the page is accessed. يبقى الهاردوير دايما محتاج يعرف هل البيج دهيت عملنا لها access ولا لا، هل احنا رحنا لها ولا لا، قرأناها يعني ولا لا. فالريفرنس بت دوت هو اللي بيقول لي الحوار ده، هل احنا عملنا لها access ولا لا. لو واحد يبقى احنا كده عملنا لها access. الموديفايد بت نفسها بس بايه؟ مش access بس بقى، لا ده access ورايت كمان اللي هو تعديل. تمام، واسمها برضو الديرتي ايه؟ الديرتي بت. يبقى بتست 1 باي هاردوير اون رايت اكسس. يبقى لما بنيجي بنعدل على بيج معينه بنقوم ايه؟ لو هي تعدل عليها بنحط الموديفايد بت بايه؟ بواحد. يبقى انا عندي في البيج تيبل انتري، يعني في البيج تيبل بيبقى فيه اربع معلومات. الفاليديتي بت اللي هو بتقول لي هل هي موجوده اصلا في الميموري ولا لا. تمام، بتبقى زيرو يعني بتبقى فولس لو هي مش موجوده في الميموري، بتبقى واحد لو هي موجوده في الميموري. البيج فريم نمبر ده اللي هو رقم البيج. الريفرنس بت هل احنا عملنا لها اكسس ولا لا. الموديفايد بت هل احنا عدلنا عليها ولا لا. تمام، طيب خلينا نشوف مثال زي ده. هو تقريبا ده نفس المثال اللي احنا كنا بنتكلم فيه يعني، فانا عايز اشوف هل في حاجة جديدة، عشان لو ما فيش حاجة جديدة نعديه. يبقى انا ما لقيتش حاجة جديدة يعني، وبالتالي هنوصل بقى لايه؟ لاخر حاجة موجودة عندنا في المحاضرة، اللي هو احنا بنكمل بقى على الكلام اللي احنا بنقوله. يبقى احنا الكلام اللي احنا كنا بنقوله ان احنا لكل مرة عايزين نعمل فيها او عايزين نجيب فيها مثلا بيج معينة، فاحنا بنحتاج نعمل حاجتين صح؟ أول حاجة بنروح نبص على البيج تيبل. تمام، علشان نحول الفيرتشوال ادرس للفيزيكال ادرس، ومحتاجين بعد بقى ما بنعمل كده نجيب الداتا ذات نفسها. طيب حوار اللي احنا كل مرة نبص في البيج تيبل، الموضوع ده هو ايه؟ عايزين نسرعه شوية عشان ممكن يبطئ الدنيا، وبالتالي هنستخدم كاش مخصوص للحوار ده، هو اسمه ترانسليشن لوكاسايت بافر. translation leukocyte buffer، على فكرة دي ده جه قبل كده في الامتحان، اللي هو تي ال بي. caches the most commonly used page table entries. يبقى البيج تيبل بدل ما هو مثلا نحط فيه البيجز بشكل عشوائي، احنا هنحط اكتر بيجز احنا بنستخدمها.
تمام. هنعمل ايه بقى ليها؟ هنعمل كاش يعني عشان الدنيا توصل، نيجي نوصل لها بسرعه. وبالتالي نفترض دلوقتي ان انا احتجت الايه بيج معينه، فاروح ابص عليها في ترانسليشن لوكاسايد ايه لوكاسايد بافر، لو لقيتها خير وبركه هاخدها ايه ونبدا نشتغل عليها، لو ما لقيتهاش يبقى هروح اخدها من الايه من البيج تيبل عادي. يبقى ترانسليشن لوكاسايد بافر هو عباره عن بس كاش بيسرع لي الوصول للايه للحاجات اللي موجوده في البيج تيبل، في البيج تيبل نفسه يعني. تمام. طيب تي ال بي ستور سمول نمبر اوف بيج تيبل، يبقى هي طبعا مش بتخزن كل الحاجات اللي موجوده في البيج تيبل، لا ده جزء بس. تمام. احنا عارفين اكيد ان اي كاش لازم تخزن جزء اقل شويه من الايه من الحاجه يعني من البيج تيبل. تمام. طيب تي ال بي از اسوشيتيف ميموري كونتينز بيزيكلي بيرز اوف فورم بيج نمبر وبيج فريم، زي برضو البيج تيبل بالظبط. سبيشال هاردوير كومبيرز ان كومينج بيج نمبر بيرز اولد انتريز، يعني هو لما يجي فيه ريكويست جديد بنبدا نقارن الايه البيج نمبر اللي احنا عايزينه بكل الانتريز اللي موجوده فين في تي ال بي. لو لقيناه هنجيبه فين؟ هنجيبه من التي ال بي. لو ما لقيناهوش هنروح نعمل ايه؟ نروح للبيج تيبل العادي يعني. تمام. يبقى اعتقد ان الموضوع هنا اصلا واضح شويه يعني، اللي هو خلاص الفكره بقت مكرره، اللي انا بدل ما كل مره هروح اوصل للبيج تيبل، لا ده انا هحط قيم اكتر قيم مستخدمه من البيج تيبل هحطها في حاجه اسمها ايه؟ ترانسليشن لوكاسايد بافر. دي حاجه عامله زي الكاش. لما يجي لي ريكويست هدور اول في التي ال بي اللي هي ترانسليشن لوكاسايد بافر، لو لقيتها خير وبركه، لو ما لقيتهاش هعمل ايه؟ هضطر اروح للايه للبيج تيبل. ودي هنا برضو نفس الخطوات اللي احنا ايه اللي احنا قلناها بس بالتفصيل اكتر بقى، نبقى نقراها بس مع بعد الشرح. ما اعتقدش يعني في حاجه تانية ممكن تتقال يعني.